ماذا يسبب هذا في التكافل الاجتماعي؟ شيء مهم وهو واحد الترابط بين المسلمين، اثنين نعم سلامة الصدر على إخوانك في الله، سلامة الصدر، وسلامة الصدر تظهر واحد ألف بعدم الحسد، لأنه كيف بدك تحسده؟ كيف ستحسده وأنت تدعو الله له أن يرزقه الولد، أن يرزقه الزوجة، أن يرزقه المال؟ فبالتالي سلامة الصدر من الحسد. اثنين أو باء، سلامة الصدر من ماذا؟ معك أن لحالي. نعم أحسنت، من الحقد والغل والكره. أنت تدعو لأخيك بقلب صادق، والدعوة بالغيب بظهر الغيب مظنة ماذا؟ قلنا تتصف باستجابة الدعاء، لكن مظنة ماذا من جهتك؟ نعم مظنة الصدق في الدعاء، فأنت تكون صادقا فيما تدعو لإخوانك في الله. أما ادعي لي يا شيخ يلا الله يرحمك، لا بدنا بالغيب وانت قايم الليل، هل من داع فأستجيب له؟ تدعو لإخوانك.